السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. تراجع منتخبنا الوطني 5 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الجديد الصادر اليوم الخميس لشهر أبريل الحالي. تراجع منتخبنا للمركز 88 عالميا والرابع عشر على قارة آسيا. أعلنت لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنظمة لكأس أمم آسيا المقبلة عن مستويات المنتخبات قبل القرعة في البطولة التي من المقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من بين 5 يناير إلى 1 فبراير من عام 2019. وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإلكتروني، فإن تصنيف المنتخبات لقرعة صدر باعتماد على التصنيف العالمي الجديد الصادر لهذا اليوم، حيث حل منتخبنا الوطني العراقي في المستوى الثاني إلى جانب كل من منتخبات قطر وسوريا وأوزبكستان والصين وتايلاند، فيما ضم المستوى الأول البلد المضيف الإمارات واليابان وأستراليا والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية. أما المستوى الثالث فضم كل من لبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام وقرخستان. أما المستوى الرابع والأخير فضم كل من البحرين والأردن واليمن وكوريا الشمالية والفلبين وتركمانستان. ويجري سحب القرعة نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات يوم الرابع من شهر مايو القادم. يشار إلى أن البطولة تشهد المرة الأولى مشاركة 24 منتخبا بعدما تم توسيع قاعدة المشاركة، وستشهد هذه النسخة مشاركة 11 منتخبا عربيا. أخبار المحترفين العراقيين، وإليكم جدول ترتيب دوريات لاعبين المحترفين حول العالم حسب هذا الأسبوع. ونبدأ مع اللاعب علي عدنان، حيث احتل فريقه أودونيزي المركز 13 بفارق 6 نقاط فقط على فرق الهبوط في الدوري الإيطالي السيريا. وإلى تركيا، حيث تصدر فريق اللاعب بضرغام إسماعيل رياضسبور جدول ترتيب الدوري التركي واقترب بشكل كبير من حسم التأهل للدوري الممتاز. وإلى هولندا، حيث ينشط فيها لاعبنا هاوبير مصطفى وفريقه ماسترليخ في الدرجة الأولى بعد الممتاز. وفي البرتغال، يقترب رفقاء اللاعب أسامة رشيد وفريقه سانتا كلارا من حسم التأهل للدوري الممتاز. بلد الدوري الإيراني الممتاز، حيث ينشط فيه 3 محترفين عراقيين في مقدمتهم اللاعب بشار رشن والذي حسم فريقه اللقب قبل 4 جولات من الختام، ويأتي فريق كراجاسم في المركز 8 وبعده أيمن حسين وفريقه سباهان في المركز 11. بلد الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل فريق أحمد إبراهيم الاتفاق المركز 9 وإليه مباشرة الشباب ولاعبه سعد عبد الأمير. وإلى قطر، حيث سقط رابين سلاقة للدرجة الثانية مع المرخية، بينما يقع سعد ناطق وفريقه العربي في منتصف الجدول. ولا الدوري الأمريكي الممتاز، حيث يحتل فريق أورلاندو سيتي ونجمه جوستن ميرام المركز 5 في المنطقة الشرقية. أما الدوري السويدي الذي انطلق قبل أسبوعين فقط فيحترف فيه كل من أحمد ياسين ورابين أسعد وبروانوري.